المقادير المقادير بتاعتنا بتاعت الكب كيك الحادق هتنزل برضو على الشاشة قدامكم. تمام، محتاجين كوباية ونص من الدقيق، 3 بيضات، كوباية لبن، نص كوباية جبنة مبشورة، وربع كوباية من الزيت، ومعلقة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، ورشة ملح، ورشة فلفل اسود، وفلفل الوان مكعبات صغيرة، وزيتون متقطع صغير، وطماطم شيري، وللتزيين هحط جبنة فتة او لبنة، وورق ريحان، وبرضو ممكن استعمل كام واحدة كده من الطماطمات الشيري بتاعتنا. تمام، تعالوا بقى ايه ناخد بولة كده عشان نبدأ نشكل. يلا بينا. ومين هيكلمنا تاني؟ مين تاني هيكلمنا يقول لنا بيساعد مامي؟ بسرعه بسرعه يا اصحابي. حلو قوي ده ليلو، شعره حلو قوي. منكوش زي شعري، بياكل كويس زي شعري عشان شعره حلو. اول حاجه هنحط يا ليلو، بص ايوه، الثلاث بيضات. ممكن تشتغل وانا شغاله، مفيش يلا بينا على طول. تعمل التين. احنا ناس عمليين جدا، لسه هنقعد بقى. هنحط الثلاث بيضات، هنكسرهم بالشكل ده. بص، ولا محتاج مضرب بيض ولا اي حاجه، كله كده يدوي يا ليلو. تمام، حطينا الثلاث بيضات، هنحط عليه، هجيب بس حاجه يدوي كده، مضرب يدوي. يلا بينا. وهقول لك تعمل معايا ايه. ممكن تجيب الملح والفلفل. يلا بينا. هتلاقيه ورا يا ليلو. تمام، يلا بينا. اهو بصوا، هضرب البيض، 3 بيضات، هحط عليهم كوبايه اللبن. تحب نرش الملح زي الشيف اللي بيجي كده ويعمل معانا؟ جنه معانا. جنه يا ليلو، فين جنه؟ الو، حط الملح. ازيك يا جنه؟ حط شويه. ايوه يا شيف، انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه وعندك كام سنه؟ انا عندي 20 سنه. ايه ده، انت طفله كبيره. ايوه كبيره صغيره. انا برضو طفله برضو. نورتينا يا حبيبتي في البرنامج. قولي لي عندك اي سؤال؟ يا شيف اسماء، انا عجبتني حلقه الكرومبي جدا، كانت حلوه قوي صراحه. الف هنا وشفا يا حبيبتي عليكي، الف هنا وشفا. معلش بس انا عايزه اطلب منك طلب، بس لو سمحتي قوله لي النهارده. حاضر يعني. حاضر. عايزه اعرف عجينه الحواوشي، يعني الحواوشي اللي بالعجينه. حاضر، حواوشي الاسكندراني. بس يا ريت النهارده عشان عايزه اعمله. حاضر، يا ريت النهارده عشان عايزه اعمله. حاضر يا حبيبتي، عناي. شفت انا عملت ايه؟ خلاص ماشي يا حبيبتي، شكرا. أوكي. باي 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 يا جنه. بس عملت ايه؟ انت فتحت البرجر. أيوة. طب انا هاخد بقى نص وانت نص. طبعا طبعا طبعا. الكاميرا دي يا ليلو، شايفين يا اصحابي؟ على فكره دايما الـ الاطفال يقول لك ريحه البروكلي ما بحبهاش ما بحبهاش. صدقوني بجد بجد، انا مش امين. احلف ازاي على الهواء؟ بس عشان الولاد كلها يعني. احلف على الهواء ازاي يا جماعه؟ ينفع احلف على الهواء؟ مش هينفع طبعا. بجد ملوش ريحه خالص. حد شايف ريحه يا جماعه من اللي واقفين ورانا؟ حد شايف حاجه اصلا؟ ما عايزين يجوا ياكلوا اساسا. تعالى بقى نشوف عملنا ايه. 3 بيضات، حطينا كوبايه لبن، حطينا ربع كوبايه زيت، وحطينا ملح وفلفل، وبعدين هحط جبنه مبشوره بالشكل ده كده. أيوة نص. أيوة كوبايه. أيوة. ممكن احط كوبايه، مفيش مشكله خالص يا ليلو. تمام. وهحط ايه بعديها؟ الكوبايه ونص من الدقيق، هحط تمام. عليهم البيكنج صودا وال بيكنج باودر. خلاص تمام جدا جدا. وهقلبهم مع بعض مع البيض. بص، مش محتاج خالص اي حاجه. وممكن برضو اطفالنا الصغيرين ومامي بتعمل الكب كيك دي، ممكن برضو يمسكوا برضو يقلبوا معاها. بالظبط. تمام، ممكن تحط معايا كده الفلفل. يلا بينا. تحط لنا شويه فلفل احمر. اوكي، وشويه فلفل اصفر. وممكن برضو يعملوا الحركه دي. ايوه كده اهو بالراحه كده، هم بيحبوا هم الكلام ده قوي. بالظبط، شويه فلفل اصفر. الوان الوان جميله. وتحط برضو، نحط اخضر. انت عارفه انت ممكن تزرعي الفلفل ده في البيت؟ هنقول لهم بقى في حلقه تانية ازاي نعمله بالظبط، كل تفاصيله. مظبوط. ماشي مظبوط. طيب، وهنحط كمان زيتون اسود. طبعا بص بقى، الحاجات اللي جوه دي ليلو اضافات، في ممكن نقللها، ما عندناش فلفل الوان، ممكن اخضر بس، ممكن احمر بس، ممكن نشيل الزيتون، يعني على حسب الرغبه. هنا بقى ده طبعا ال 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 الطبخ يا جماعه، بجد الطبخ يعني لازم يكون باحتراف. ان احنا مثلا ايه يا جماعه، مش لازم يكون فيه زيتون اسود، ما ممكن زيتون اخضر. احنا براحتكم، مش مشكله خالص. يعني خش واخترعوا. هناخد فريده، فريده هتكلمك، وانا بحط خليط الكب كيك كده عشان احطه في الصينيه بتاعتي. ازيك يا فريده؟ الو. ازيك يا فريده؟ الو الو الو. اي عندك كام سنه يا فريده؟ اوعي تقولي 20 سنه. انا عندي 9 سنين. ازيك يا فريده، عامله ايه؟ كويسه. خدت الاجازه؟ خدتها. بتعملي ايه بقى في الاجازه؟ بتحبي ماما. بتساعدي ماما؟ ايه بقى بتعملي؟ اكل ايه؟ بعرف اعمل فشار. بس طب ابعت لنا صورتك وانت بتعملي فشار. اوكي، ورينا الفشار. صوري اللي بتعمليه. صوري نفسك
انت بتعملي الفشار او انت معاكي طبق الفشار وبعتيها على صفحه الحلقه على صفحه البرنامج بسرعه بسرعه. هتعرفي تصوري نفسك؟ هو انا بحب ماما محمود وماما داليا. ربنا يخليهم لك يا حبيبتي. محمود ومين؟ وماما داليا. ماما داليا طبعا طبعا ربنا يخليهم يا رب. ربنا يخليهم. انت عارفه احنا بنعمل ايه دلوقتي يا فريده؟ بنعمل كب كيك حادق. كب كيك ده ما فيهوش سكر. بعد ما خلصناه بقى يا فريده كده هندخله الفرن على درجه حراره 180 تمام. هياخد حوالي ربع ساعه لثلث ساعه. خلاص ماشي. وانا بحب حضرتك جدا. ميرسي يا فريده. تسلمي لي يا حبيبتي. بنحبك قوي 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 كده اهو. هاتي بوسه. هاتي بوسه. بحب ليلو وبحب ليلو. هاتي بوسه كمان. هي ليلو جبنه هني. مفيش مفيش حاجات. بصوا بعد ما الكب كيك طلع هيبقى بالشكل ده يا ليلو. بقى فريده بص اهو. بص جميل. ريحته فظيعه وحلو يعني قوي. يعني مفيش جبنه بقى خالص باينه فيه خالص. حطينا فلفل والملح يعني برضو. مفيش ريحه بيض خالص. ضيع لنا الزفاره خالص. بص بقى يلا تعالى بينا. نجيب بورد كده يلا بينا عشان نزين عليه الكب كيك. يلا بينا. انا هاخد مثلا واحدية كده. بص دي جبنه عليها معلقه من كريم شانتي. كريم شانتي مضروب عليه جبنه يعني بس بخفف الجبنه بمعلقه كبيره من الكريم شانتي وبحطها في كيس حلواني كده. دي احنا كده وفرنا كتير قوي. الناس بتروح تشتري السليزون ب يعني بمبالغ كبيره قوي. طيب عايزين بقى نزينه يا ليلو. يلا بينا. حط بقى طماطم. ده دور بقى مين؟ دور مين ده؟ دور الاطفال. وعايزين ريحان كمان يا هاني بعد اذنك. يعني بصوا اهو كانه كب كيك مسكر بالظبط. تيجي تاكله تلاقيه حادق. حلو جدا. بس دي جميل جميل بجد. ريحته جميله. ممكن تعمل لنا مثلا عيون بالزيتون او حاجه. يلا بينا. يلا اهو ممكن نعمل عين مثلا بالزيتون يا ليلو. عين كمان. عين كمان. ونعمل مثلا مناخير حمرا زي الكلاون. ماشي. هو في كلاون هنا واقف ولا حاجه؟ مفيش. لا مفيش كلاون اهو. ونعمل مثلا بقه كده مثلا. نحط واحده كمان. ممكن نعمل له شعر. ام صلوات معانا. الاسم الحلو ده يا اسامي. جميله. اسم مكه. اسم جميل. انا عاجبني قوي مكه صراحه. ازيك يا ام صلوات؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام كله زي الفل. اتفضلي. انا بحبك جدا. الله يخليكي. تسلمي. ريحاني هاني. مسحت. عايزه طريقه البقلاوه. حاضر يا حبيبتي. عينيا. البقلاوه بالقاف. عايزه حاجه تاني؟ لا شكرا. ماشي يا حبيبتي. حاضر عينيا. بصوا بنزين اهو بالشكل ده. احنا بقى هنقعد نزين كمان شويه كده في الفاصل يا ليلو. تمام. لحد ما الناس ترجع لنا. احنا وريناهم الفكره اهي بتعمل ازاي وسويناه مع بعض وازاي عملنا اهو. بصوا وش في الكب كيك وعملنا ممكن بالطماطم الشاري كده شويه. ممكن نحط كيك. شويه فلفل الوان أوه. بس كده فعلا من غير اي حاجه. ممكن واحده حمراء. ايوه اهو. ممكن نحط لونين. ممكن نحط اي حاجه احنا عايزينها. دي واللي فوق ده جبنه برضو من الحاجات المغذيه جدا. يعني محمد ياخد الحمراء وروبا تاخد الصفراء وروزي تاخد الخضراء وابراهيم ياخد ديت اللي فيها كريزه دي. بالظبط كده. في حد اتفرج عليه اسمه ابراهيم؟ بص ممكن كمان نعمل واحده بالريحان كده. يلا بينا. قبل ما نطلع فوق دي التوته. اوكي. ودي الفرح وزينه. هعد اقول اسمه تاني. وفريده ومكه. وشهد. وشهد اللي كلمتنا كمان في اول حلقه. وفي اهو أيوة. ممكن ناخد دي كده ونعملها نغطسها بقى بالظبط عشان ما توقعش اهو. اهو شبهتنا ورنا. ماشي اهو. هنطلع بقى فاصل ونرجع بعد الفاصل نكون زينا شويه كب كيك وهنعمل كمان الفاكهه ازاي بقى نقدمها لاولادنا بطريقه حلوه جدا يا ليلو عشان يحبوها وياكلوها. هاي فايف. يلا استنونا. هنطلع بقى فاصل ونرجع تاني بعد الفاصل نكمل بقيه حلقتنا. استنونا. واحد يروح كده ولا كده.